أعلنت السلطات بولاية القضارف إغلاقاً تاماً للولاية اعتباراً من بعد غد الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 10 أيام. يأتي ذلك في عقاب الإعلان عن حالتين مؤكدتين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحلية الفاو. وقال عبد الوهاب إبراهيم عوض الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية إن السلطات قررت إغلاقاً كاملاً للولاية في عقاب النتائج الإيجابية لحالتين من المخالطين لمريض متوفى بمحلية الفاو. وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بعزل القرية 16 بمحلية الفاو ابتداء من اليوم، وإغلاق كل المنافذ المؤدية إليها مع تجهيز مركز للعزل بمدينة الفاو مستعد لاستقبال أي حالة اشتباه. وقال عبد الوهاب إن اللجنة العليا للطوارئ أعلنت عن جملة من الإجراءات تمكن المواطنين من توفير احتياجاتهم اليومية خلال فترة الحظر المعلنة. باسم حكومة القضارف نعلن وندق ناقوس الخطر أن القضارف الآن أصبحت بها حالتين من هذا المرض العضال، وهو مرض الكورونا، وهي بمحلية الفاو، وقد تمت التدابير لهذا الأمر. ونحن في الأيام القادمة على حسب قرار مجلس الوزراء حيتم قفل القضارف يوم الاثنين، ومن الآن يوم السبت هذا النهار يتم قفل محلية الفاو وقرية من قرى الفاو برضه صاحبة الوباء، وهي القرية 16.